عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مجلس النواب لقاء تعريفيا لوفد البرلمان الآسيوي الذي يضم نواب وأعضاء ورؤساء وفود من نحو 23 برلمانا آسيوية. وفي مستهل كلمته أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية هذه الزيارات للإطلاع على الإنجازات والتقدم الحاصل في المملكة على جميع الأصعدة بشكل عام وحقوق الإنسان بشكل خاص بفضل منظومتها التشريعية والعدلية والحقوقية التي مكنتها من أن تكون في مصاف الدول المتقدمة. هذا وتضمن اللقاء عرضا مصورا عن الدور الذي تطلع به المؤسسة الوطنية في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة وما قامت به من جهود وما حققته من إنجازات مهمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ودورها الاستشاري في رفع التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان إلى السلطات المعنية حول مختلف المواضيع الحقوقية سواء لبحث موائمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية أو لاقتراح تعديل أو إنشاء تشريعات جديدة بالإضافة إلى تقديم التقارير السنوية والتقارير الموازية والتي يتم تقديمها لهيئات المعاهدات بمجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل ولجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق. ارتأت المؤسسة أن تقيم هذا المأدبة على شرف البرلمان الآسيوي في اجتماعهم في مملكة البحرين لتعريفهم بعمل المؤسسة في حقوق الإنسان. وكذلك هذه الدول تمتلك مؤسسات وطنية، واليوم اجتماعهم معنا تبادل الآراء في مجال حقوق الإنسان ولتعريفهم أيضا بعمل المؤسسة في مجال حقوق الإنسان في البحرين وتقوية ثقافة حقوق الإنسان على المستوى البلد، وأيضا تقوية العلاقات مع الدول المستضافة هنا في البحرين. طبعا اليوم كان عندنا لقاء مع الجمعية البرلمانية الآسيوية واللي فيها ممثلين من 21 دولة من الدول الآسيوية. كان هدفنا لقائهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لنبين لهم مدى الإنجاز ومدى التزام مملكة البحرين بالمعاهدات الحقوقية وشنو أثر المؤسسة في تفعيل الحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وأيضا مدى الشراكة ما بين النواب ومجلس الشورى في تفعيل مبادرات حقوق الإنسان وتفعيل أيضا القوانين وشلون احنا كنا ندافع عنها. فكان الهدف من هذا اللقاء ان يكونون جميع الشركاء موجودين معنا، خصوصا ان معظم هذه الدول تمتلك مؤسسات وطنية لحقوق الانسان، وكان الهدف منها ان احنا نفتح ما بيننا وما بينهم اتصال مباشر على اساس مستقبلا لو يحتاجون اي معلومات او اي حقائق عن مملكة البحرين يكون التواصل مباشرة معنا من خلال المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.